السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الخوت. قبل ما غادي نبدأ غادي نقترح لكم واحد الاقتراح، ان غنبقى نعطي واحد الوصفة للبشرة او للشعر في كل فيديو غادي نطلع به، الا غنعطي واحد الوصفة بتدقيقية خفيفة. ما غاديش ندير مثلا انا قناة ونحط فيها غندير هادي وندير هادي وهادي، يعني كنبدا نشرح باش نطول، وانما غادي نختصر الوصفات اللي غادي يكونوا سريعين وتيكونوا من المنزل ديالنا، وكنصايبوهم كنستافدوا منهم في ديك الوقت اللي كنكونوا كنشقاو في الدار، او ملي كنساليو من الشقه كنحطوهم ديك ربع ساعه حتى العشرين دقيقه الاكثر، وكنغسلوا وجهنا او كنغسلوا شعرنا الا بغينا نمشيو للحمام. هادشي اللي غادي ندير في القناه، غنزيد في القناه ديالي كبدايه. اليوم كنطلب منكم الى كان ممكن ديروا لايك، ما كديروش ليا لايكات باش كنجيب لكم فيديوهات اللي كنلاحظ انهم كيعجبوكم كتفرجوا فيهم، لكن عندكم قليه ديال اللايكات. كنتمنى ما تبخلوش عليا، ديروا يدكم بس على لايك، واذا كان ممكن تزيدوا تشتركوا، لان انا عارفه ان القناه غدا وكتزيد وكتجتهد، ولكم الشكر اكيد. بكم احنا طالعين، وبكم كنتقدموا، وبكم كنحسنوا من نفسنا. اليوم صباح المغرب على واحد الحادثة مؤلمة جدا، حادثة يعني نقولوا بحال كان هاد الحادثة هادي جات انفجرت من وراء الحجرة اللي هي ما تيبغيها لا ربي ولا العبد. الحجرة واحد الألم كيدخل الصدر قاصح بحال ضربة الموس، ما كيرضاش به شي حد، واللي كيتحقر بزاف هو الانسان اللي هو فقير واللي هو ضعيف، هو اللي كيتحقر، هو اللي كيتعرض للحقره. اما الاغنياء او الناس الاقوياء يعني كشخصيه ما كيخليوش الناس الاخرين انهم يحقروهم، لان سبحان الله العظيم داك الغني تيكون بفلوس وما تيقدرش اي حد يجي يحقره ولو غني بحاله، وحتى الفقير ما غاديش تصور على البال انه غادي يمشي يحقر واحد السيد غني. والناس الشخصيه اللي عندهم قويه ولو يكون فقير، ملي كيجي شي واحد يبغي يحقره ما تيقدرش عليه، لانه كيبان فيه ان شخصيته قويه ما كيقدرش يتقرب ليه. ولكن اللي كيتعرض للحقره هو الانسان اللي كيشوف نفسه انه ضعيف، مع انه راه حتى شي واحد ما ضعيف. الانسان اللي تيكون ضعيف هو اللي كيشوف نفسه انه ضعيف في بعض الحوايج ما وصلهمش، لكن الله سبحانه وتعالى اكيد انه عاطيه شي حوايج احسن من هذاك الشيء اللي كيشوفوا فيه الناس. تقدر تكون عنده ثقه بالنفس، تقدر يكون ولد الناس ظريف متربي حامل قلب زوين عارف بينه وبين الله مرضي الوالدين. هاد الصفات راه ماشي سهل باش الانسان يخلي واحد اخر يحقره وهو كيتحلى بهاد الصفات، يكون من الناس اللي مصليين ولو انه ما عندوش، كيصلي كيعرف الخير فين يديرو، كيبكي مع الناس اللي كتألم، كيبكي مع المريض، كيزورو. هاد الحوايج ما كيديرهمش بزاف ديال الناس. ربما هذاك السيد ولا هذيك السيده اللي عندها شخصيه قويه يمكن عندها بس هذيك الشخصيه اللي كتعرض للشخص يجي يبغي يتهجم عليه، او مثلا يبغي يقرب ليه باش يبدا يحقرو ويبدا يتكرفص عليه. اليوم الجريمة اللي صارت هي ديال واحد الولد شاب اللي هو مرضي الوالدين، اكيد انه هو مرضي الوالدين ومرضي خواتاته، ورجل بمعنى الكلمة، قرأ وعنده دبلومات، ولكن مسكين ما تحتلوش الفرصة. وهذه واحد الصفة اللي بزاف ديال الناس اللي ما كيقدروش يديروها، انهم يكونوا واصلين واحد المرتبة من التعليم وعنده دبلومات وكيمشي يخدم خدمة مثلا مع الوالدة ديالو في الحوت، او بحال هذا الشاب، او مثلا يمشي يبيع يدير فراشة، او مثلا يمشي يغسل سيارات. المهم ما قالش وشاد يديهم ربعة وكيتسنى خواتاتو او امو تخدم وتجي عاد تعطيه، او مثلا جالس وتيقول انا هاد الخدمة ماشي ديالي، او لا انا قريت وما نديرش هاد الشيء. هذا بحد ذاته هاد الصفة هادي ما كيتحلاش بها اي كان، الا اللي مرضي الوالدين وعارف انه عنده واحد المسؤوليه وباغي يدير شي حاجه في الدنيا ويوصل. عفوا،
هاد الولد هذا تعرض للحجره من طرف واحد جوج ديال الخوت، هاد جوج ديال الخوت اللي تعرضوا ليه، وكانوا كيمشيو لواحد المحل، وكان هاد السيد كيمشي للمحل اللي جا مجاور ليه، ولكن كانوا كيستفزوه وكيعيروه، وبمعنى أصح بغاو يغلبوا عليه. وفعلا هاد الشي اللي دار، عند بالهم هما تفوقوا، لكن سبحان الله العظيم هما تفوقوا بس جسديا، ضربوه لعينيه، وحده خسروها ليه يعني ما قتلوهاش ليه، ووحده حيدوها ليه. وشكون اللي كيبغي هاد الظلم؟ حتى شي واحد، ولكن الناس اللي في الشارع والناس اللي في الزنقه والناس اللي كانوا حاضرين خص تكون عندهم واحد ذره نفس وكلمه حق، ويشهدوا مع هاد السيد هذا اللي انه وصلت به انه انفجر ورد الضربه، الضربه ديالو اللي كانت بغير قصد، يعني ما نقولوش حنا فدا فيهم، وانما هو على قوله قال انا ما بقيتش بغيت نفكر في هذاك الحادث، لان شويه برد لي قلبي مني نشدوه، حيدوا لي عين وشدوا فيها عام. تيقول ان انا شكيت في هذاك العام اللي خدا، ربما على ما قال هو ربما وقع شي حاجه، انتم كتعرفوا ان ممكن مثلا عنده المحامي يجتهد فيه ومثلا كذبوا لهذا عطاوه عام، ما عليناش. المهم الاهم من هادشي كله انه خدا العقوبه ديالو، سواء خدا شهر سواء خدا عام، ولو انه السيد مشات لي عينيه ماشي عام، هذا راه جسد قتل واحد طرف من الجسد ديالو، يعني هذا تعرض للموت ديال العين ديالو، مفروض ياخد عقوبه كبيره. ما علينا، هاد السيد هذا ارضى بحكم الله وحسبوه بحال قضاء وقدر، وبقات عنده ديك العوينه مسكين كيدبب بها، وكيخرج كل نهار كيتعرض ليه خو السيد اللي ضرب ليه العين اللي كاين في السجن. يعني تيقولوا الناس اللي خصهم هادشي يمشيو للشرطه ويدليو بيه ويحكيو ويقولوا كلمه حق، كيقولوا بان هذاك السيد داصر على العيالات، داصر على الرجال، داصر على الدراري، قطع الطريق، ما تيحشم ما تيراعي. هاد السيد اللي توفى الله يرحمه، يعني هو مات حنا غنقولوا غير الافعال ديالو اللي كانت. هاد المرحوم كان في قيد الحياه كيدير شي حوايج اللي ما كيبغيهم لا ربي ولا عبده، وكان كيوجد السيد هذا اللي مظلوم اللي مشات لي عينيه، كنت يوجد ليه بالكلام انه راه خويا غادي يخرج، وهاد المره ماشي غيحيد لك عينيك، غيحيد لك رجلك وغيدرك في كروسه، وكان تيقول له غنحيد لك العين الاخرى. يعني هاد الناس كانوا باغيين يحيدوا ليه الرجل وياخذوا عام، ويحيدوا ليه العين الاخرى وياخذوا عام، كل مره شقت ليهم الا ويحيدوا ليه عضو من اعضاء الجسم ديالو ويقولوا ليه هادي فيها عام وماشي مشكل ماشيه. وتيقول له خويا ها هو قرب يخرج، وفعلا السيد راه بشر، السيد راه انسان، راه كثرت اللي هو ملتمسين فيه الخوف والحق راه حاقرين عليه، يعني بدا كيستفزو وتيقول ليه حياتك كلها في يديا وفي يد خويا اللي غيخرجوا نتحاماو عليك حنا بجوج، وغادي نوريوك شنو هي الدنيا غادي تولي في حياتك. هاد الولد هذا دايز البارح في الطريق في الصباح خارج باش يمشي كيعاون امو في الحوت، وفعلا نتوما عارفين التنقيه ديال الحوت فيها بعض الالات الحاده اللي هي السكين، وغادي واستفزو وبقى تيقول ليه غادي ندير لك الكروسه وباقي ما شفتيش، وفعلا على عينين الماره وعينين الناس اللي واقفين. طبعا ما غاديش يكون غيقول لي غير بوحدو، لان هذاك السيد اللي كيدعي القوه ما كيدعيش القوه دائما الشخص بينه وبين داك اللي معاه، لا، ديما اللي كيدعي القوه قدام الناس وكيبغي يخليه الناس كيدعيها قدام الجماعه، كينوض يقول للناس هانا شنو غادي ندير ليه. هاد الناس اللي سمعوا هادشي خصهم يمشيو ويدليو بهادشي باش يخفوا، هو ما غاديش نشجعوا حنا الناس على القتل، وانما على الاقل حتى الا خدا العقوبه ياخدها مخففه، ماشي يعطي مجال لهداك اللي خرج من الحبس يعاود يرد الضربه للسيد كيف ما قالت فاطمه الزهراء. وانا كنقول لها مرات انت كتقولي لبعض الناس اللي كتخرج هاد الخرجه، اللي كتقولي لبعض الناس انتوما كتبقاو تقولوا شي حوايج ما يمكن لكمش تقولوهم، لا خصك تسحبي هذه وكتبقاي تصحي،
انتي قلتي ليه واش ما خفتيش من هاد السيد دخل الحبس وتلقى يلقاك تما ويتكرفص عليك؟ عيب باش تقولي لي هاد الكلمه، لانه هو اولا فاطمه الزهراء، هو هاد السيد راه ما هربانش، ما هربش، هاد السيد دافع على راسه بعد ما قال لي انا غادي نخليك فوق الكروسه حياتك كلها وغنحيد لك العين الاخرى. طبعا قرب منه وتيقولها ليه على وجهه، الاخر ما لقى باش يدافع على نفسه لانه كيحس بنفسه ضعيف، ودي هي النقطه اللي غادي نركزوا عليها. ديما نربي ولادكم على الشجاعه وربيوهم على انهم يكونوا واثقين من نفسهم، تكون عندهم ثقه في النفس، ما تكونش زايده وانما تكون في حدودها. بدا كيدور كيلقى شكون اللي غادي يعاونو، اكيد الناس اللي واقفين ما غاديش يعاونوه، اكيد الناس اللي جالسين ما غاديش يقولوا لهذاك الله ينعل الشيطان، غيخافوا من غيخافوا منه، وما غاديش يقولوا لاخر اجي غادي يمشي ليه يقول ليه شدك عنده، او لا غيفكوهم ما غاديش يقبل، وتا واحد ما غيعرض راسو للمشكل. بقى كيدور وكيقلب، هز الموس من السطر اللي هز وضربه، ضربه ضربه الموت. هو شنو قال؟ قال انا ضربته ومشيت. طبعا الاخر منين طاح الاخر نفد بجلدو، عرف انه ضربه خصو يهرب باش ما يعاودش يرد ليه ضربه. من بعد ما سمع انه هزوه داوه للمستشفى، مشى عند اختو اللي هي حديثه الولاده وعاود ليهم المشكل وقال له راجل اختو انا غادي نمشي نشوف شنو واقع. منين مشى عيط له قال له انظرا شنو طرا ليه، ولا شويه شنو فين ضربته وهذا. قال له السيد توفى الله يرحمه. كان السيد ناوي باش يمشي ينتحر، لكن رجل اختو رجل عاقل، وهكا تنقولوا للنساب والخوت والصحاب انهم يكونوا بجنب الناس اللي كيديروا بعض الجرائم اللي هما متوقعينش نفسهم انهم يديروها، او اللي تكون عندهم مشاكل نفسيه او مشاكل اللي هي عويصه كتوقف التفكير ديالهم فيه. ديما نكونوا حاضرين معهم وننبههم، وقال له ما تمشيش وما تتعرش راسك، انت دابا قتلتي السيد بدون قصد وغادي تمشي وتنتحر لدين لدنيا، غتقدم راسك وغادي تمشي للشرطه وغادي يديوك وغادي تعترف بكل شيء اللي منسوب لك، وربما القاضي غادي يعرف بان القضيه ديالكم راها بقات مستمره من الحلقه الاولى وهذه الحلقه الثانيه، ربما يشوف تخفيف عليك. طبعا الشاب اقتنع كيف ما قال هو بالكلام ديال الراجل اختو اللي كيشكرو تيقول الله يعمر هذا وقف معايا وما خلانيش ان نعمل واحد العمل اللي هو ما كيرضاش الله علينا فيه الا هو الانتحار. استسلم ووقف، وهو اللي سلم نفسه وحتى جات الشرطه. فاطمة الزهراء اختي ماشي جات الشرطه ودارت عليه القبض، لا هو اللي سلم نفسه، وانتي جيتي درتي معاه مقابله وكنتي كتهضري معاه. انا تتعجبني فاطمه الزهراء، واش غنقول لك سيده ما شاء الله عليك، لكن مرات كتخرجي على بالاسئله مع الناس اللي هما في المشاكل اللي عندهم المشاكل، اللي كتخلي الموضوع ديال السؤال ديالك شويه قاصح. ربما المهنه ديالك اللي كتخليك تقولي هذا الشيء باش تطلعي اللي كاين في الشخص اللي انت معاه، وانما السؤال يكون شويه لين مع الحدث اللي كتقابلي معاه الناس اللي قاموا به. الشرطه جات وداتو، هنا وقفنا ما غاديش نعرفوا شنو صار ولا خففوا عليه ولا غنشجعوا الاخ ديالو اللي في السجن. خاص الاخ ديالو اللي في السجن يعرف انه هو وخوه كيتعداو على الناس، ومصير اللي كيتعدى يا السجن يا الموت، وحنا ما كنشجعوش ان اللي تعدى يموت، لا حنا كنوريو للناس يعرفوا بالله راه اي حاجه دارها الانسان بالحقد ديالو وبالكراهيه ديالو للشخص الثاني، ما دار لك لا بيد لا برجل لا كتعرفو ولا حتى شي حاجه، غير حطيتيه في راسك وبغيتي تحقر عليه ودرتيه بين عينيك وقلتي هذا هو اللي غنديرو مثال قدام الناس، هذا هو اللي غادي نديرو شنو غنقولو حنا فار تجربه، يعني بدل ما تدق ليه لي باري وتجرب فيه شي حوايج وجربتي فيه ان حيتي ليه عينيه وتهددو انك غتحيد ليه رجليه وغادي تجلسو مقعد، لكن هذا الشيء راه حرام مع الله، هذا الشيء راه حرام، هذا الشيء اللي كيتكاثر، هذه النفسيه اللي ولات خايبه لان الناس قلت عندها الشغل ما عندها ما يدار،
والشغل ماشي كنتسناو حنا الا ما لقاتش لنا البلاد نخدمو ولا فين نخدمو ونبقاو جالسين تنتسناو، من لا خصنا نقلبو خصنا نبيعو ونشريو. كاين اللي ما لقى ما يدار كيهز حوايج وكيبيعهم وكيشري فيهم وكيعوضهم وكيدير راس المال وتيقول غنخلف. كاين اللي كيهز دار وكيبيعها وكيمشي يكري باش كيدير راس المال ديال شي حاجه بسيطه. الناس كتحرك، هذه هي تحرك وترزقوا. حنا ما كنقولوش الناس سيروا بيعوا ديوركم، وانما كنعطيو امثله لبعض الناس نجحت في حياتهم ما لقاتش شكون اللي يعطيها، ما مشات سرقات، ما مشات قتلات، ما مشات هجمت، ناضوا باعوا ديورهم وباعوا حويجاتهم ومشاو سكنوا استقروا مثلا في كراج وخدموا فيه، ومن بعد داروا دويره صغيره او باعوا دار كبيره وشراوا دويره صغيره والمال الاخر داروا فيه بيع وشراء. اتقوا الله، ما تبقاوش تقتلوا في بعضياتكم، راه كتقتلوا النفس اللي حرم الله قتلها، راه الله هو اللي كيشد الروح، ما كيشد حتى شي واحد. واللي تعدى على خوه المسلم الا عنده الجزاء ديالو. الله يرحم اللي مات، وخصنا حنا المغاربه كلنا نوقفوا يد واحده مع هذا الشاب هذا اللي تعرض للحقره، والحقره خايبه الانسان اللي تعرض ليها، وخصنا نجبرو بخاطره نضامنو معاه باش يثيق بنفسه لانه مرضي الوالدين والمؤمن مصاب. والسلام عليكم.